إذا متتبعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر الحي الذي ننقله لكم من هنا من طريق الرابطة بين الحسيمة ومدينة الناظور، المدخل الرئيسي ديال مدينة الناظور والطريق المؤدية إلى طنجة الحسيمة في هذا الاتجاه هذا. إذا كما كتشوفوا إخواني أخواتي، حنا دائما في هذا السد ديال الدرك الملكي القريب من أزنغان والطريق المؤدية إلى السعيدية رأس الماء. كما كتشوفوا المراقبة الصارمة ديال الإخوان ديال الدرك الملكي بعد الارتفاع الحالات ديال الإصابات هنا بمنطقة الدريوش، مدينة الدريوش. كما كتعرفوا أنه تقريبا أزيد من 6 إصابات مؤكدة بهذا الفيروس ديال كوفيد 19 كورونا. وحاليا المدينتين مدينة الناظور ومدينة الدريوش كاين واحد الاستفار كبير هاد السدود ديال الدرك الملكي. إذا كما كتشوفوا حاليا يتم توقيف جميع السيارات حتى التاكسيات إلى غير ذلك من العربات سواء النفعية أو الشاحنات او نقل البضائع، تتم التحقق من الهويه ديالهم بالاضافه الى حتى التاكسيات ديال الاجره. كما كتشوفوا هنايا كيطالبوهم بالورقه ديال الترخيص ديال المواطنين اللي كاينين داخل هذا التاكسي. اذا كما كتشوفوا المراقبه كتتم بالاضافه الى كيطرح مجموعه من الاسئله بحال فين غادي مثلا، الورقه، واش عندك واش ما عندكش، اذا طلب الامر كذلك انه تفحصوا حتى العربه شنو هز اللور الى غير ذلك، لانه العديد من الاشخاص اللي تم الضبط ديالهم وهم مسافرين بطريقه غير قانونيه في بعض المدن المملكه المغربيه. داكشي اللي خلى انه الدرك الملكي انه يقوم بهذه الاجراءات الاستباقيه للتصدي لكل المخالفين للقانون. الحمد لله هذا البراج يعني اصبح من نموذج من على السدود تاع الدرك الملكي في الجهه الشرقيه من ناحيه الصرامه ديالو. وكما كتشوفوا هنا قائد سرية إكسان شخصيا يعني يشرف على هذه العملية هذه في هذه المنطقة طريق الرابطة بين الحسيمة ومدينة الناظور مرورا بمدينة الدريوش. إذا تحية للجميع، تحية لكل متتبعي قناة شوف تيفي، احنا دائما معكم في هذه المنطقة الرابطة بين مدينة الناظور المدينة ومدينة الحسيمة. إذا كما كتشوفوا الإخوان ديال الدرك الملكي إذا تطالبوا بالورقة لأي شخص أو أي مرافق للسيارة إلا وتطالبوا له يعني الورقة ديال الترخيص. وهذا عمل يعني جبار تقوموا به الإخوان ديال الدرك الملكي بالرغم من الامطار. كما كتشوفوا حاليا صبات الشتاء ودازت يعني واحد الشتاء اللي كبيره هنايا في هذه المنطقه هذه، الا ان هذا ما يخليهمش انه يطالبوا بالورقه، لكن تمت المطالبه يعني هادشي ما منعهمش باش ما يطالبوش بالورقه. ثم كما كتشوفوا جميع الشاحنات وجميع يعني السيارات القادمه من مدينه الناظور او مختلف المدن ديال الجهه الشرقيه الا و تتم المطالبة ديالها بالوثيقة. إذا كما كتشوفون القائد ديال السرية تطالب هذا السيد هذا بالإدلاء بالورقة ديالو، في حين أن ربما عنده شي مشكل، إما ما عندوش تنقل في هذه المدينة إلى غير ذلك. لكن بعد ما عطالهم الورقة تم يعني خلاوه أنه يدوز للمنطقة، لأن كما كتشوفون إخوان هاد الطريق مجموعة من الدواوير، مجموعة من المداشر اللي كاينين هنايا في هاد المنطقة ديال نواحي زنغان بني سيدال، مجموعة من الأحياء، مجموعة من الدواوير اللي ساكنين فيها هنايا بعض المواطنين. داكشي علاش الناس تيخليهم يدوزوا لبعض المناطق ديالهم، خاصة الطاكسيات اللي غاديين لبويافار والطاكسيات اللي غاديين لبني سيدال لوطا أو الجبل.
اذا كما كتشوف واحد السيارات المرقمه بترقيم خارجي، ربما هادو الناس ديال ميليليا اللي بقاو حاصلين هنايا ما قدروش انهم يدخلوا لميليليا، كذلك يتم يعني تتم يعني عفوا البحث حول الوثائق ديالهم الى غير ذلك، واذا تطلب الامر يعني تفحصوا حتى الاوراق الهويه ديالهم والاوراق ديال السياره. اذا كما كتشوفوا مجهودات كبيره تقوم بها الاخوان ديال الدرك الملكي هنايا في هذا السد ديال اكسل، طريق المؤديه الى الحسيمه الدريوش. اذا كما كتشوفوا قائد السريه هنايا شخصيا يشرف على هذه العمليه، والعديد من السيارات التي يتم يعني الارجاع ديالهم الى مدينه الناظور او مختلف يعني المناطق اللي جايه منها، بحجه يعني انه ما عندهمش الترخيص انهم يدوزوا او مخالفين الى غير ذلك. كذلك يتم الاعتقال مجموعه من المواطنين والمواطنات المخالفين للقانون ديال هذا الطوارئ الصحيه اللي فرضته وزاره الداخليه بسبب فيروس كورونا كوفيد 19. اذا خلى ان مجموعه من الاخوان انهم يخرجوا من المنازل ديالهم بدون ترخيص، لذلك تم الاعتقال ديالهم وتقديمهم امام انظار السيد وكيل الملك للنظر في هذه الامور او هذه القضيه ديال الخروج بدون اذن. اذا كما كتشوفوا هنا قائد السريه انه تيسول، وهو السيد ما عندوش ترخيص انه يدوز من هذه المنطقه، كما كتشوفوا غادي تتم العوده ديالو الى المنزل ديالو او المنطقه اللي جا منها. اذا كما كتشوفوا هنايا هذا السيد هذا ربما ما عندوش انه ترخيص انه يدوز من هذه المنطقه او يمشي لشي منطقه من هذه الجهه، تتم العوده ديالو للمنزل ديالو او المنطقه اللي جا منها. طبيعه الحال المراقبه الصارمه هي اللي كتخلي ان هاد المواطنين انهم ما يدوزوش من هذه المنطقه هذه، في حين انه قبل كورونا كانت مجموعه من الامور يعني قبل يعني الاعلان عن الحظر، قبل الاعلان عن الحظر ديال التجوال من المرسطه كان مجموعه من الناس اللي كتاخذ هذه الطريق هذه وكتسافر بهذه المنطقه هذه الى الدريوش الى غير ذلك، لكن مباشره يعني بعد الحظر او فرض الطوارئ الصحيه يعني ولله الحمد كاين استجابه. كما كتشوفوا هنايا حتى قائد سريه الدرك الملكي تيهضر مع الناس، فين غادي وعلاش غادي، لكن مؤكد انه غادي شي شغل ديالو خاص غادي يدوز من بعد، الى ما قنعوش بالكلام ديالو او شي حاجه غادي يرجع مباشره للمنزل ديالو او للمنطقه ديالو. ده كما كتشوفوا هنايا تيتم الحديث عن الورقه وعلى السبب ديال يعني القدوم هاد الشخص لهاد المنطقه. كما كتشوف انه السيد المواطن قال له انه الظروف ديال الطبيب هو اللي خلى انه يهبط لمدينه الناظور ويرجع للمقر السكنه ديالو، باش دلاله بالوثائق ديال الطبيب الى غير ذلك وشاف تاكد من الاضات، تم يعني الموافقه على انه يستمر في هذا الاتجاه هذا ديال بعض الدواوير والمداشر اللي كاينين في هذه المنطقه ديال مدينه الناظور. طبعا خويا مصطفى كاين شي وحدين عندهم الورقه انهم يمشيو لشي غارات، ولكن من بعد فاش يسولهم الدرك الملكي فين غاديين وشي حاجه كيلقى انه يعني فقط خارج، واخا عنده الورقه واخا عنده الورقه ديالو وما عندوش شي شغل في هذا الاتجاه هذا، ديريكتومو تيرجع للمنزل ديالو. اذا كما كتشوفوا هنايا كيتم المطالبه بالوثيقه خاصه الناس اللي معلقينها في البارابليس، مع عدم الاقتراب دائما، وبالاضافه الى المراقبه ديال الكمامه كما كتشوف. اذا المراقبه مستمره هنا ب جماعة إكسن والمدخل الرئيسي لمدينة الناظور، طريق الرابط بين الحسيمة ومدينة الناظور. على طول للتذكير إخواني أخواتي متتبعي قناة شوف تيفي أنه على طول هذا الساحل أو الطريق الساحلي
ابتداء من أزغنغان إلى غاية الحسيمة، يعني العشرات من ديال السدود ديال الدرك الملكي اللي تيشتغلوا تقريبا، يعني تيشتغلوا 24 ساعة 24 ساعة من أجل يعني المراقبة، ومن أجل كذلك التصدي لكل هاد الناس اللي مخالفين للقانون. إذا كما كتشوفوا كتم يعني مراقبة ديال جميع السيارات، وبالإضافة إلى الشاحنات كذلك الإخوان ديال نقل البضائع. وهاد البراج يعني تشكل واحد الأهمية كبيرة لمدينة الناظور، لأنه كاين وافدين تيجوا من هنا من هاد المنطقة ديال الحسيمة أو تطوان أو طنجة، وتتم يعني التصدي ديالهم بواحد القوة كبيرة، ولا استدعاء الأمر أنه تتم الاعتقال ديالهم. إذا إخواني أخواتي، هذا كل ما يكون في هذا البث المباشر اللي نقلناه لكم دائما هنا من مدينة الناظور، والتغطية مستمرة بطبيعة الحال قناة شوف تي في. أكيد خويا الشريف عنده الورقة فقط ديال ديال التنقل داخل المجال الحضري، أما هذه المناطق هذو فممنوع منعا كليا. إذا تحية للجميع، كذلك لن ننسى أن نقدم لكل يعني التحية لإخوان القوات المساعدة والأمن الوطني والسلطة إلى غير ذلك من الإخوان اللي دايرين واحد المجهود اللي هو مجهود جبار ومجهود كبير لحماية المواطنين والمواطنات. أمطار الخير، الحمد لله في هذه الأثناء أمطار الخير والبركة تهطل بغزارة على هذه المنطقة، منطقة ديال أزغنغان طريق الساحلي. هذا لم يمنع الإخوان ديال الدرك الملكي من المطالبة بالورقة ديال الترخيص في الأجواء الممطرة. تحية لكل الإخوان الصاهرين على أمن في هذه الفترة، الفترة الاستثنائية التي تعيشها المملكة المغربية. ويا محمد، حاليا احنا في طريق الساحلي الرابطة بين الحسيمة ومدينة الناظور، في هذا السد ديال الدرك الملكي، والتي تعتبر من بين أكبر السدود ديال الدرك الملكي اللي كاينين حاليا هنا في مدينة الناظور، بالإضافة إلى السد ديال الكشاضية سلوان، والسد كذلك ديال الحي الصناعي سلوان، بالإضافة إلى السد ديال الدرك الملكي، كذلك جماعة بن وكيل، ومجموعة من السدود هنا بالطريق الساحلي، كذلك المؤدية إلى مدينة وجدة الصعيدية راس الماء، كذلك العشرات من السدود ديال الدرك الملكي، يعني منتشرين في كل الطرقات المؤدية إلى المدن الكبرى. مجهودات جبارة كتقام ليل نهار، كما كتشوفوا تتم يعني مراقبة الوثيقة. طبعا الحال النسبة أو العدد الإصابات في المملكة المغربية تجاوزت 3000، وهذا العدد ربما كبير ومخيف. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يرفع عنا هذا البلاء في أقرب وقت، وتعود الحياة إن شاء الله في الأشهر القليلة المقبلة والأسابيع القليلة المقبلة إن شاء الله. كذلك الإخوان اللي كتسولوا أنه الأجواء في رمضان، الأجواء رمضان هتستمر هكذا، غادي تستمر بهذه المراقبة وبهذه جميع الأمور كما كانت في أيام العادية. رمضان غادي يستمروا بنفس